بسم الاب والابن والروح القدس احد امين. كلنا سمعنا مثل الزارع والسيد المسيح بنفسه هو فسره. احنا مش هنفسر فيه كتير لان المسيح فسره وقال ان الزرع هو البذور هي كلمه ربنا وان الارض هي انا وانت وانتي كلنا هي الارض. فكل ارض بتشتغل بطريقه مختلفه. كل ارض رد الفعل بتاعها للبذره بيكون مختلف. فكل واحد مننا يسال يا ترى انا انهي نوع من الارض. انا هدي بس قصه صغيره. القصه دي رمزيه بس القصه دي بتعلمنا حاجات كتيره. يعني القصه مش حقيقيه, هي قصه رمزيه بس نتعلم منها نقط كتيره. قصه بتقول ان كان في ملك متجوز ليه 4 زوجات, ولما كان متجوز الاربع زوجات دول الزوجه الاولى ما كانش بيهتم بيها خالص وما كانش بيديها اي اهتمام ولا اي محبه ولا اي وقت, كان هاملها جدا ولا يهتم بيها بالمره. والزوجه الثانيه كان بيهتم بيها وكان بيحبها وكان دايما يلجا ليها في ظروفه ومشاكله, وكانت هي تقف جنبه دايما وتنصحه وتقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا, وكان بيسمع كلامها. والزوجة الثالثة كان بيحبها وكان بيعمل لها اي حاجة تطلبها وكان بيشتغل لها كتير جدا, يفضل يعمل لها اللي هي عايزاها, ولكنه كان حاسس جواه ان هي في يوم من الايام هتسيبه وتروح لحد تاني. والزوجة الرابعة كان نفس الكلام, بيحبها جدا واي حاجة تطلبها منه كان بيعملها لها. وبعدين جه في يوم كده مرض الملاك ده, الملك ده, ولما مرض جاله ملاك وقال له بص انت النهاردة هتموت, بس في ليك حاجة, انت من حقك تاخد زوجة من زوجاتك وتروح معاك القبر وتفضل معاك. زي ما بقول كده ان القصة رمزية مش حقيقية. فالملك قال له انا ممكن اخد زوجه وتفضل معايا في القبر؟ قال له اه. فراح لزوجته اللي كان بيحبها جدا ويعمل لها كل حاجه, فقال لها انا حبيتك طول عمري وكل اللي كنت بتطلبيه مني كنت بعمله لك, فممكن تيجي معايا القبر؟ انا خلاص انا النهارده جاني الملاك وقال لي ان انا هموت. فقالت له لا انا ما اقدرش اروح معاك, انا علاقتي بيك كده انتهت, I don't want to know. أنا مش عايز أعرفك anymore. مرة تانية. وراح للزوجة الثالثة وقال لها نفس الكلام. قال لها أنا كنت بتعب جدا وبعمل لك كل اللي بتطلبيه وأي حاجة كنت تطلبيها كنت بعملها لك, وأنا حبيتك دايما أكتر من أي حد. فقالت له أنا أسفة, أنت بعد ما تموت أنا هتجوز حد تاني, أنا خلاص علاقتي بيك كده انقطعت. وراح لزوجته التانية اللي كانت دايما تقف جنبه وتنصحه وقال لها نفس الكلام. قالت له بص انا اخر حاجة ممكن اعملها معاك ان انا اوصلك لحد القبر, لحد كده وخلاص. قال لها انا تعبت وكنت دايما بلجأ لك. قالت له لا ده اخر حاجة اقدر اعملها معاك. وهو بيكلمها كده لقى صوت زوجته الاولى جاية من ورا وبتقول له انا هروح معاك. فبص واتلفت عليها كده لقاها حالتها تعبانة خالص, شحبة كده وهزيلة ووشها أصفر خالص وتعبانة جدا. فبصلها كده وقال لها أنت اللي هتيجي معايا, أنا أكتر حد ما كنتش بهتم بيكي هو أنت. فقالت له لا أنا جاي معاك. يا ترى مين هو الملك ده ومين الزوجات دول؟ الملك ده هو أنت وأنت وأنا وزوجاتنا دول. الزوجة اللي هتسيبنا وهتخلص وبعدين الأول واحدة أو رابع واحدة وقالت لنا أنا هنهي علاقتي بيك خلاص, دي هي جسدي. جسدي أنا لما بيطلب مني أي حاجة بعمله. ممكن وقت الصيام أبقى مش صايم, وقت أروح أخدم حد ما أقول أنا تعبان مش أخدم. أي حاجة أقدر جسدي يطلبها مني بسهولة جدا أقول له حاضر وأعمل له كل اللي هو عايزه. زوجة التالتة اللي هي الفلوس والمال اللي احنا بنجري وراه,
احنا بنفضل نتعب 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 نتعب، وبعد ما نجني كل اللي بنجنيه whatever، وممكن نتخانق وتحصل مشاكل وحاجات كتيرة، في الآخر مين؟ المال ده بيروح لحد تاني، حتى لو أولادنا، حتى لو قريبنا، لكن أنا كده كده المال ده رايح لحد تاني، محدش بيوخد حاجة. إيه القبر؟ عريانا خرجت من بطن أمي، عريانا أعود إلى هناك. الزوجة التانية هي قريبنا وأحبابنا بالجسد، آخر حاجة ممكن يعملوها معنا إيه؟ يروحوا معنا لحد القبر، وبعدين في القبر بيعملوا إيه؟ بننزل التراب، ويقولوا لنا ده أكتر حاجة ممكن نعملها. الزوجة الأولى اللي إحنا ما بنهتمش بيها هي روحي، حياتي الروحية، دي اللي هتفضل معايا ودي اللي هتوصل معايا للآخر. يا ترى أنا بهتم بروحي قد إيه؟ أنا بديها وقت؟ كلمة ربنا الزرع، البذرة دي بتنزل على إني أرض، يا ترى أنا أي نوع؟ هل أنا ملهي في الفلوس والحاجات وكلمة ربنا بتتخنق معايا، ولا وهي شوك تطلع كده وأبقى مهتم إن أنا أجمع، ولا أنا إنهي نوع؟ ربنا يدينا نعمة إن إحنا كلنا يكون أهم حاجة في حياتنا إن إحنا نهتم بأرواحنا، لأن دي اللي هتفضل معانا للأبد، ولربنا المجد دائما أبديا. أمنية خنق مسميني.